ايش بعد؟ الوقف والابتداء ايها الاخوه تحدثنا عنه المره الماضيه في الدوره الماضيه، وتكلمنا عنه باستفاضه. المبحث اللي بعده الروم والاشمام. الروم والاشمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا اظن اول امس وامس كررنا الموضوع ان الإنسان مو بس العربي بفطرته يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي. إذا استطاع يوصل مكنونات نفسه إلى من حوله بأقل جهد عضلي يفعل، وهذا موجود عند الشعوب أغلبها، ما فيني عمم لكن موجود بكثرة حتى بالإنجليزي وبالفرنسي. تبعنا كل ما بيحسن يخفف جهد عضلي يفعل. ففي العربية نحن نعلم بأن لغتنا العربية لغة إعراب، أليس كذلك؟ الإعراب معناها تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة. ما هو الإعراب؟ تغير حركة الحرف الأخير في الكلمة بتغير موقعها في الجملة. قال الله، إن الله، ها أفي الله هي، فلفظ الجلالة بحسب موقعه من الإعراب مرة يأتي عليه ضمة مرة فتحة مرة كسرة، وقيس عليه. هكذا لغة العرب. طيب الحرف الأخير من الكلمة، الحرف الأخير من الكلمة محله محل بيسموه العلماء الاستراحة. يعني الإنسان لما بيوقف يرتاح من الكلام وين بيوقف؟ على الحرف الأخير. والإنسان يا أخواني كما تعلمون يتكلم بهواء الزفير، نحن نأخذ الهواء وندخله في الرئتين بيسموها عملية الشهيق، ونخرجه بعملية شو اسمها؟ الزفير. فبهواء الزفير نتكلم. هواء الزفير هو الهواء الخارج من الرئتين. طبعا هذا الهواء مو هواء لا نهائي، هواء محدود، ليس كذلك؟ فيضطر الإنسان بين الفينة والأخرى أن يسكت ليعود فيملأ رئتيه بالهواء حتى ينطق مقطعا جديدا. تمام؟ إذن الوقف هو محل الاستراحة، الوقف محل الاستراحة. فالواحد لما بيجي بده يستريح يعني بالفطرة بيلاقي صوته عم ينخفض، صوته عم ينخفض. الأصل في الكلام أن تكون الحركة الكاملة. جاء محمد أو أحمد، جاء أحمد، جاء أحمد، نستعين. لكن باعتبار كما قلنا محل الاستراحة، الواحد ما بيلاقي حاله غير صوته شو عم يعمل؟ بيقولك نستعين نستعين، بتلاقي شو عم يصير بصوته؟ عم ينخفض. هذا قبل نزول القرآن. مرت مرحلة تانية صار يقولوا نستعين، يعني نستعين ما بقي منها إلا منظرها بس، ما بقي صوت. شو صار يقولوا؟ نستعين. فصار النطق ساكن لكن بقي من الضمة شكلها. بعد فترة حتى هالشكل هذا شو عملوا فيه؟ تخلوا عنه، صار يقولوا نستعين. لما نزل القرآن وقعد علماؤنا النطق القرآني الموافق لنطق العرب في ذلك الزمان، كانت الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من المجتمع العربي. كان الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من المجتمع. كان باقي في المجتمع أغلبه الوقف بالسكون، وبعض العرب ما زالوا إذا وقفوا شو بيعملوا؟ بيجيبوا بعض الضمة أو بعض الكسرة، وفي بعضهم بعض الفتحة، لكن ما نقل لنا تلاوة، نقل لغة. وبعضهم الضمة حتى صوتها ما بقي، بقي منها بس ايه؟ شكلها، اللي هو مين؟ الإشمام، اللي هو الإشمام. إذن علماؤنا ماذا فعلوا أيها الإخوة؟ صوروا لنا الواقع اللهجي للمجتمع العربي في زمن النبوة. انتبهنا كيف؟ هلا مثلا في بعض مناطق مصر والله يمكن
المنوفية ولا دمنهور بيقول لك مثلا محمد ها وين الدال ها هذا شفتوا الاقتصاد بالجهد العضلي لسه في مناطق كمان أشد قريب من الفيوم بيقول لك محام قم استحام ما أقول هذا مازحا ها هذا صحيح محام يعني انتبهتوا ناس الجهد العضلي عندهم بس محمى يعني بقيت الميم مشددة لكن الدال طارد في ناس بالغوا أكثر في محام يعني حتى ميم ساكنة بقي مو ميم مشددة ميم ساكنة وهذا موجود في بلاد كثيرة هلأ بس عندنا في الشام بيقولوا الواحد للثاني ترو ترو بدل تروح بيقولوا ترو طويل حا بيقولوا لوين بيقولوا على بيرو بيرو يعني على بيروت هذا كله من الاقتصاد بالجهد العضلي كان أخ من الحبشة يشتغل معي بجدة اسمه محمد الله يذكره بالخير قال له محمد رحت للمحل الفلاني يلي أنا حسب أنه عنده مشكلة بمهدته يعني قال له يعني رحت ولا ما رحت يلي لك رحت ولا ما رحت اللي ايوه رحت طب ما تقول تاري هو قال بس انا ما فهمت عليه يعني هن بلغتهم اذا شفط هوا لجوا معناته نعم هذا مو اقتصاد بالجهد العضلي هذا كانوا بالانجليزي يقولوا ثانك يو هلا اذا بتقول ثانك يو بيضحكوا بيقولوا ثانكس وانتهينا انتبهتوا هذا من الاقتصاد الفرنساويين كانوا يقولوا كومان سافا هلا اذا بتقول كومان سافا بيضحكوا سافا سافا بس كلمه صغيره وهكذا تجد موضوع الاقتصاد في الجهد العضلي اللي هو يعني طالما المعنى عم يوصل للطرف الاخر ما في داعي انا شو اعمل يعني اتعب نفسي الروم والاشمام هذا وضعه ايها الاخوه هذا وضعه هو تصوير للواقع اللهجي في زمن النبوة يعني مثلا ناخذ مثال ثاني طالما الموضوع انفتح وانفتح ميم الجمع ميم الجمع الأصل فيها في المجتمع العربي إنهم كانوا وإذا وقفوا إنهم بعدين بسبب الموضوع اللي قلناه من قليل أن الوقف محل الاستراحة في الوصل بيقولوا إنهم كانوا فإذا وقفوا بيقولوا إنهم كلنا بنعرف أنه قالون يصل بهم الجمع وابن كثير لكن إذا وقفوا بيحصفوا الصلة أليس كذلك؟ طيب بعد فترة طيب أنا لما أقول إنهم وقفا بدون صلة هذا أوفر بالجهد ولا مو أوفر؟ أوفر هل فات المتلقي شيء من المعنى؟ ما فاتوا صاروا يعملوا نفس العملية وين؟ بالوصل اللي هي نحن بنجيبها برواية حفظ عليهم غير المغضوب عليهم إذا صار عندنا المجتمع العربي مر بمرحلة كانت الصلة وسطا ووقفا هذا قبل نزول القرآن المرحلة اللي بعدها الصلة وسطا وحذفها وقفا المرحلة اللي بعدها حذفها وسطا ووقفا فلما نزل القرآن كان الصلة وسطا ووقفا قد اختفى من المجتمع العربي شو كان موجود؟ كان موجود الصلة وصلا وحذفها وقفا مثل قالون وابن كثير وابو جعفر وموضوع همزة القطع عند ورش وحذفها وصلا ووقفا وهو بقية القراء فهذا تصوير للواقع اللهجي الذي كان في زمن النبوة ونزل به الوحي موافقة نزل به الوحي موافقة ل اللهجات العربية وتسهيلا على الأمة إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والطفل ومن لم يقرأ كتابا قط يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إذن حتى ميم الجمع هي تشبه من حيث هذا التنازل وهذا الميل نحو السهولة تشبه الروم والإشمام نرى على اللوحة الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة هكذا رويت لنا قرآنا أيها الإخوة عند الضمة والكسرة لكن في اللغة حتى الفتحة موجود
في اللغة حتى بعض الفتح. القراء ما رووا لنا ذلك، رووا الضمة والكسرة وعللوا فقالوا الفتحة لا تكاد تتبعض، هكذا قالوا، لكن بيني وبينكم هذا كلام مردود. ليه لا تتكاد تتبعض؟ لأنه نحن رويناها مبعضة اللي هو بالاختلاس، أما لا يهدي وإيش كمان يخصمون، هذه بعض الفتحة أليس كذلك؟ نعم. فلذلك قلت لكم من أول أمس فرقوا بين المروي وبين تعليل المروي. المروي شو؟ على العين والرأس. تعليل المروي نسمع، نعجبنا الكلام أخذنا، وإن ما عجبنا مالنا ملزمين بالتعليل، لكن ملزمين بمين؟ بالمروي. وضح أخواني؟ بحيث يذهب معظم صوتهما نحو نستعين، الرحيم، الله، الدين، مالك، الفيل. واضح؟ قاعدة عند الوقف بالرومي على الحرف المنون المضموم أو المكسور فإننا نحذف التنوين، هذه مهمة جدا، نحذف إيه؟ ونقف ببعض الضمة في المضموم وببعض الكسرة في المكسور. يعني مثلا انظر إلى اللوحة، حكيم، كيف نقف عليها؟ أول شيء بنحذف التنوين، شو بيبقى؟ بيبقى الضمة، هذه الضمة نخفض صوتها، تبهنا؟ إذن حكيم نقف عليها كيف؟ حكيم، قولوا بعض الضمة وتنوين ما في. طيب كصيب، نحذف التنوين ونقف ببعض الكسرة، كصيب، حاسد، وضح؟